يا اول حاجه كنشكرك بعد اولا الله يحفظك خويا، بارك الله فيك. اول حاجه حيت اول الناس اللي كانوا دعموا هذا المكتب هذا الله يحفظك. ودافعت عليهم نهار وياه بيجا وياه. ده تتبين العكس. تتبين العكس. صدمونا 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 صدمونا. انا منهم سي يوسف، شي ناس يقول لك كتقبلوا الزيات كديروا الزيات كتقولوا الزيات، من حقهم دابا يلومونا حيت دافعنا على هاد الناس هادو. اول حاجه سي يوسف خصهم اللي يقضوا عليها فلوس الرزاق اللي مشات. ايه هذا دابا السؤال، سؤال. السؤال العريض، فلوس الرجاء فين مشات؟ عرفتي علاش سي يوسف؟ بكلامهم هما كيقول لك التوني ديال الرجاء فيه اكثر من 3 مليار. هذا اشهار توني فيه ويا اكثر من 3 مليار، خباب ديال كيكون في التيران ياك، بلا المنحة ديال الجهة، بلا المنحة ديال الداخلية، بلا ديك المنحة ديال النقد التلفازي راه مقسوم منها بعد هذيك 6 مليار ونص اللي حسبوهم مقطوعة. خصهم يدوا معنا على واحد الحاجة اللي مهمة، شحال فكيتو مع الرتق، شحال فكيتو مع ديندا، شحال فكيتو مع شعبان، شحال فكيتو مع الباهي، وشحال فكيتو مع نيرات، وشحال فكيتو مع بابيدي، وشحال العالمي باغي كيتسالكم. إلا جمعنا هادو راه أكثر من 6 مليار باش فكوا، حيت هاد الناس كيكذبوا، حيت كاع أحداد قال لك جبنا 150 ألف دولار العام. بلاتي 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 سي خطيب، بلاتي واحد السي عبد اللطيف السعيد الإدريسي، هذا نقول لك واحد القضية. الشاهد خينا هذا، هاد السيد هذا دائما كيخرج وكيدافع على الزيات والحكامه، هذا يكون واحد منهم وصافي. شوف نقول لك السي عبد اللطيف، ماشي كنت بدون حجه، انا ملي كيخرجوا كنحسب حسابات، هادشي اعتمدت على الحسابات. شوف اللايف اللي فات اعتمدت على الحسابات ديال الموسم اللي فات اللي قالوا هما في التقرير المالي، ياك بعض المصاريف بعض المداخيل حيت تحسبت غير التولوت ديالها، مثلا بحال المدرسه، وبحال قلت بان كورونا وهذه حسبت غير التولوت، وحسبت لقيت تقريبا واحد 9 المليار او موان كي خصها تكون دخلات 9 المليار، وكتجي في نهايه الموسم وكتقول لي بان اللعابه كيتسالوا 4 المليار، دخلت عندك 9 واللعابه كيتسالوا 4، فين خسرت يا خويا هاد الفلوس هادو؟ قول لي وتقول لي انا كنتهم بدون حجه، راه حجه واضحه للعمى فهمتي، ولا كنتي تمنهم، لا كنتي تمنهم وسير الله يعاونك ربي اللي غادي يخلصك. والله شوف انا كنتحدى، انا كنتحداك انت وكنتحدى الحكامه ديالك يخرجوا لنا التقرير المالي، يا كان راه في اخبارهم راه الزيات، راه شوف القوالب ديال مشى اوزال قال لي لا ما تمام لا خصك تكمل وهادي اللي عجبك، هذيك الشيء غير مسرحيات، هو راه في اخبار اوزال من شحال هادي السيد باغي يمشي بحاله اخباره. دونك كان يقول سيغمون غادي يقول ليه كون كان باغي غادي يقول ليه وجد داك التقرير المالي بعدا، حتى اللي بغى يشد الفرقه ولا بغى يدخل بحال هكا يلقى الوضعيه كيفاش دايره، وانت ساكت عليه ميكم خليه، ما كاين لا فلوس ما عرفنا شكون شنو دخل وشنو خرج، وتيقول لك علاش كتهم بدون دليل. تفضل خويا تفضل تفضل. الو وي خويا وي الو وي وي كنسمعك. الو انا كنسمعك. الو كنسمعك اخويا كنسمعك. وي خويا كذبوا علينا قال لك حداد جبنا 150 الف دولار، طلع كلام سيدي المرتضى منصور هو اللي معقول 500 مليون ماشي حشومه، هام 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 بلاتي 500 مليون. عرفتي علاش داروا بريبي؟ حيت بقاو يتزيروا بقى حدا قدامهم، مشاو جابوا ريسكا ومشاو جابوا بديك الثمن، حيت كون مشيتي تشري على تيسا غتجيب لعابه قبل على تيسا، فعرفتش كذا باش كيطرى لهم مع حفيدي ومع زنيتي. دابا زنيتي العام دابا الكونترا العام الجاي ديالو غتسالي، يعني تفاهم مع في شهر واحد غيبغي الثمن اللي بغا، ما بغيتيش غيمشي يبيع راسو في راسو ويوقف في الدين. وي 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 ما كنقوسيش مع دابا مثلا مع حفيدي عامين قبل ولا عام ونص قبل مثلا ما كانش نبيعو. بلاتي بلاتي اخويا خاط سي هشام، بلاتي واحد السيد نجاوب واحد السيد عاوتاني، السي محمد الادريسي قال لك وفين عمرنا شفنا شي تقرير مالي في الرجاء. لا اخويا شفناه، راه داروا كاع في مواقع التواصل ديال العام اللي فات ديال الموسم 2019 2020 راه كان تقرير مالي وتنشر في مواقع التواصل وعرضوه بلا بروجيكسيون كاع بسميتو بديابوزيتيف، وهادي في قاعه ديال الجتي ديال الجامع العام، وقالوا ها اللي داز ها اللي دخلنا في هادي اللي دخلنا في هادي اللي دخلنا. الله يا ودي انا ما عقلتش هذا التقرير المالي اللي فيه واحد المستشير 9 المليون، واحد المستشير الله 9 المليون بالله 9 المليون ديال بلاكه في الملعب 9 المليون، واش عمرك شي فرقه الرجاء في التاريخ جاب شي مستشير 9 المليون؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وي خويا وي وي قلت لك على قبل المداخيل، خويا المداخيل كاينه شي حاجه فلوسها غادي تسير بيان سيغ غير الفلوس.
انا متاكد متاكد ان يعني الرجاء شايف فيه الرجاء تمشي بفلوس، 10 حطوا لها غير فلوس وشي بعدهم منهم والله حتى تمشي وشي بخير. فهمت؟ خويا يوسف حاجه واحده اخرى، ما يقولوش لك لا راه مخلفات ديال المكاتب السابقه، راه لا لا اخويا، لا السي مصطفى ماشي يعطيوه في اجتماع، ما بغيناش حنا حتى الفان الجمع العام يكون حتى الفان ديسمبر، حتى الفان ديسمبر يعطيونا التقرير. لا التقرير بغينا نشوفوه من دابا، باش نشوفوا الحسابات باش نقراوه حنا كاملين، نعرفوا شنو طلع شنو دخل شنو خرج، فهمتيني؟ ويكون عندنا الوقت، ما يجيبوك الجمع العام يحطوا لك ويسلس بحاله، فهمتي؟ ويديروا لك شكون اللي شكون اللي متفق، شكون اللي ينوضوا واحد خمسه ولا سته ديالهم ديال الحكامه ولا سبعه ويتبعوهم واحد 10 من اللوط، ويقول لك صافي الاغلبيه صادقه تاع التقرير المالي سير. لا اخو عطيونا دابا باش نقراو على تيساع باش نقدروا نناقشوا، كتعرفونا منين كتبغونا نخلصوا ما نناقشوش، حنا ما عندناش حق. 500 مليون اعاره صاحبي، والله العار، والله تعار بالله. الو الو، بابا يا بابا عاوتاني بدا كيتقطع هادشي. الو وي خويا وي كيتقطع، ما عرفتش واش من عندي ولا من عندك، والله ما عرفت. معاه واش كيعطيني ما عندك بصح من عندي هادشي، ولا دير 4G والله ما دايرش، دير 4G بلاتي 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 واحد الحاجة بلاتي 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 غير دقيقة عافاك وانا معاك. سير دابا سين دابا مزيان كنسمعك مزيان صافي كنسمعك صافي، عرفت مزيان. المشكل من جا صافي تبع. قلت لك سي يوسف وي المنخرطين وي راه صب في حق المنخرطين، صب في نبلو ميتعين الزيات وي حيت ما جابش اللائحة اه غيتعين، وصب في حقهم دابا حيت هما كيتجمعوا ووزير كيقلب على رئيس. ايه ايه ماكش كتسحاب غادي يبقى. والحاجة الخطيرة خص سلاح في البلاغ، شي حاجة وي ممكن النائب الأول والنائب الثاني يعني الحكماء باقيين. ايه وين غادي يبقاو؟ الا جاب هو رئيس غادي يبقاو هما باينة. النائب الأول ولا النائب الثاني يعني زدنا في دقيقنا. شوف سي يوسف نهار مادام حسمه باقي ما يتحاسبش اليوم إلينا، هذا اللي كيسبوا بودريقة خاصو يمشي يطلب الله السماحة. أنا بودريقة النهار نقول ليه شفار يتحط تقرير ديال حسمان، نقول بودريقة أنت شفار. نهار نحط تقرير ديال حسمان وندي المحكمة كيما داه جواد أمين، كنقول ليه راه الفلوس راجع في أمانة في عمقك، حيت نهار بودريقة عجبتيني هزيتي الملف وديتي للمحكمة المرة الثانية. وشنو وسك دابا أنت في المكتب، شنو وسكتك سي جواد أمين باش تهز الدوسي ديال حسبان ودير المحكمة ياك فلوس الراجل هادي؟ كنتي غير منخرط وهزيتي الدوسي ديال بودريقة وديتي، دابا أنت في المكتب عندك قوة أكثر من المنخرط، علاش ما تحاسبش تهز الدوسي ديال حسبان ودير المحكمة؟ وعلاش هاد الناس ساكتين مع العلم مع العلم حسبان فمو مريح في البحر كيقول لهم والله ما يدوزوا شي حاجة والله ما يعيقوا شي حاجة، هادي فمو مريح وجن كيقول لهم زيدهم هادي خليهم هادي والله ما يعيقوا شي حاجة. واش عباد الله بولديني ب 40 مليون بعين عجل بيعوا طاجة ب 40 مليون دير ولا واحد القضية باقي الآن، هذيك المرحلة ديال الحسبان داك التقرير المالي ديال مرحلة الحسبان باقي ما تصادقش عليه لحد الآن. عرفتي شنو هو الخطيرة سي يوسف؟ شتي ديك 25 مليون اللي صادقوا عليها راه هذيك هي حجر الزاوية، أي حاجة غتلاح لها داك التقرير تلاح فوق تلاح فوق البودريقة هذيك الشيء. دابا هذاك هو لاباز 25 مليون لاباز، أي شفرة كانت دابا غتلاح لديك أي شفرة كدوز فهمتي، أي دابا زيد شوف دقيقهم أي مرة أي أي مرة أي شوف من حالات من أوزان من عمور كلشي ديالهم كليكة وحدة، شي كيغطي على شي شي كيغطي على شي شي كيغطي على شي شي كيغطي على شي داكشي اللي كاين، واحد كيغطي على الاخر داكشي اللي كاين، واللي داز كيقضي الغلط، اللي داز يقضي الغلط والله جا كتاكل الدق. رئيس واحد اللي جا خارج الكليكا هو بطريقة. راه داكشي داكشي دابا هو اللي اللي خارج منهم، هما كلهم هما كيدوزوا لو غولي لو غولي بيناتهم. واش حسبان حسبان ديالهم راه كيما جاب كيما جاب بيان سور بيان سور ديالهم. انا نعطيك باش نعطيك الحسبان ديالهم، حنا كنا كنتجمعوا كنا كنمشيو للوزير نحيدوا حسبان ياك، والله ما حيد ولكن اوزان يبغي يحيدو حسبان راه كان في فرنسا وحيدو خدم الاستقاله ديالو في فرنسا. واحد الاخ سعيد القريشي
قال لك ما تنساش لاسومبلي، قال لك لاسومبلي غيكونوا فيها غير 30 واحد اللي كيسمح بها القانون، ياك؟ قال لك ولا لا ديسيزيون غتكون في صالح الحكامه. الحكامه في صالح الحكامه، دار لهم كنسمعك كنسمعك. قلت لك كتسمعني انت؟ كتسمعني ولا لا؟ لا مشكل. شوف غادي نقطع انا نهضر مع، شوف غادي نهضر معاك ابي نورمال بلاتي، نهضر معاك ابي نورمال، كاين مشكل في هاد الانترنت. نهضر معاك ابي نورمال بلاتي. فوالا مشكلة مع هاد الانترنت والله، إلا مشكلة بالله. ها هو راه حتى دابا غادي يعطي التقرير المالي سيوس، واش دابا قال ما غادي، قال ما غادي عنده بنا ابو دريق. الو وي، دابا كنهضر معاك ابي نورمال لانك بقيت تقطع الانترنت، دونك كمل كلامك، كمل كلامك خويا. الله يجعل شي بركه صاحبي، هو بنادم ولا كيمشي كيتفتف غيطيح على فمه. الشعبيات ما يتلاش، عرفتي علاش ما يتلاش؟ انا كنت مريح الزيات خرج من دارو باش يحضر جمع العام، تتفاتى القراص رئيس. وي تتفاتى القراص رئيس، حيت ما يمكنش واحد يجيب لا لائحه بلا مشروع وما يجي يحاسبه في الاخر. تحكي لك شي حتى شي ديال الطب باش تحاسب انا وياك. الزيات ماشي 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 نقول لك الزيات ماشي رجعوي، ما كيبغي ما كيخافش الكوره بعد اصلا. صح ما عندوش، كتحرك انا وانت كتحرك والجمهور كيتحرك، هو ما مسوقش، هو مسوق هو حتى الماتشات ما كيحضرش ليهم، انت كتشوف حتى الماتشات ما كيحضرش. الراجا مشى لميسون في الطائره خاصه، ما مشاش مع فرقه الزمالك، تكرفنا في وزيد الخطير. حنا كنا موجودين في 25 سبتمبر، كنا الفرقه الوحيده كانت موجوده وسط ثلاثه، وما تاجلتي ما انت ولا تاجلتي. واش مرتضى منصور عباد الله كان ما كانش عنده بر شرقي وما كانش عنده طريق حميد وما بغاش ياجل، عرفتي علاش ما بغاش ياجل؟ وي وي الغارين ديالو وي وي، وحنا رجع قال لهم الصباح اجلوا، ما عرفوش خدموا 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 القرار ديالو ولا تشاوروا، ما حكاوش عطاو تعتبار، ما عرفش تشاور معاه. تا شي تشاور معاه تا 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 شوف ما تشاورش معاه، شي القجع شي القجع القجع كيهضر مع اوزان، القجع اللي كيبغي شي قرار كيهضر مع اوزان بلا ما يصدع راسو، غيدوي مع غيدوي مع لادجوان ولا غيدوي مع مع الشيف سيرفيس، كيمشي للديريكتور ديريكتومون، فهمتيني؟ حاجه واحده اخرى، هاد السيد هذا كيقول لك بغينا نموذج، هاد النموذج فشل فشل في كل شيء، فشل معنويا وماديا، فشل من قبل جديده، لولا الجمهور كان بغى يمشي لعبد الامل، كان موجود الامل كان موجود في الكار. المشكلة اخويا شوف، هذا المشكل ماشي في النموذج، النموذج خصو رجال، النموذج خصو ناس نضاف اللي نضيف، وين ايكيب اللي كتخدم وعندها ان بروغرام وعندها واحد البرنامج وعندها عندها استراتيجيه اداريه واستراتيجيه تقنيه، كيمشي كيقلبوا على اللاعبين في لي باتلان في الهوات، كيقلبوا على اللاعبين في امريكا اللاتينيه. مثلا انت كو كان برنامج راه هاد السياسه تنجح، وشتي الرجاء تمشي لي باتلان في الجنوب ولا في الشمال، راك تجيب لعابه واعرين عندهم 16 عندهم 15 وتجيبو وتدخلوا ليكول ديال الوازيس، تجيبو الوازيس تجيب غير نقيلات واحد 16 ولا 17 وتجيبهم وتخدم معاهم واحد شهرين ولا 3 شهور، غير 3 شهور تخدم معاهم الا كان كويريه، وتوريهم الوقفه ديال التيران وتخدم معاهم، راك غتربحهم، ما تحتاج كاع تبقى تجيب نجوم كبار، فهمتي؟ ولكن السيد ما عندوش، راه ما عندوش السيد، جي كيجيري واحد 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 الشركه في حاله افلاس، صافي راه عارف غيدوز واحد الوقيته ويزيد في حاله، صافي. بوشلوان بوشلوان بصير براسو، بصير راجل من الحياة الصغيرة من الهوات. ماما ولكن كتجيب واحد 17 عام 16 عام كتدخلوا ليكول، كياخذ ديك الطابع ديال الرجا، كياخذ ديك الثقافة ديال الرجا، كيدير شي حاجة كتلقى واجد خارجي بزاف الدراري، كاملين الدراري جبناهم من المدن الصغيرة، ولكن اون ميم تو خصك تكون عندك واحد ليكيب، حيت انا ماشي الرجا نكون نتسنى تعال طلعوا عندنا الدراري، نفسه اون ميم تو عندنا الدراري كيكي الخلاف. ايوا خويا الله يصوب هادشي اللي كنطلبو، شوف الله يرحمه باش يخليو فرصه للاخوه الاخرين حتى هما يدخلوا لها. واحد دقيقه دقيقه، نعم زيد غزيد، انا دويت على الزيت زيت راه هو اللي خرج لك في الفرلاف كامل.
اي انا خاسر كاع كلشي المجهود اللي دار دور في الزيرو. لا عرفتي علاش رابح؟ رابح حيت هي كان كيعرفوا الخدامه ديالو، كان كيعرفوا عائلته، مقدم ديال الدرب هي ترى ولا كيعرفوا اكثر من اكثر من العثمانيه. ولا لا هذه ماشي، هذه ماشي ربح، راه خساره، هذه خساره، هذه حط الملايص، واتسن يدير شحال هاد السميه. واتسن هذه راه خساره ماشي ربح، عرفتي علاش؟ لانك ملي كنتي ما معروفش وكدير شي اخطاء ما كيعرفك حد، ولكن دابا ملي كتولي معروف وكدير اخطاء وكينعتو فيك الناس، كتولي كاع الناس عارفينك، فهمتي؟ كتولي راه ماشي، ما خصك تاخذها من الجهه الاخرى، عاوتاني قراها من جوج جوايع. راه هو ولا معروف، ولكن معروف بياش، معروف انه انسان جاي جيري الراجل وخلق فيها مشاكل، دونك اي بروبوزيسيون واي بوست غيمكن ياخذو غادي الناس اللي غيبغيو يعينوه فيه غيطرحوا السؤال. وعقل على كلامي، عقل على كلامي بانه غيبقى صعوبات باش يمكن تبروبوزا في شي بوست، والايام بيننا. شنو نقول لك؟ تحياتي، شكرا.